FM كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. FM أحلى راديو. أهلا وسهلا مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذا موعد جديد من كلام القلب. أنتم تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. الأربعاء 15 مايو 2024، كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا في المتابعة. نسلم عليكم من داخل تونس ولا خارجها، واحدة واحدة في الكيسات. ربي يعينكم، ربي يعينكم كل الناس اللي تتابعونا من خلال أعمالكم في خدمكم. كل التحية للناس اللي حضرتنا بالذمة في ديارها. تنجموا تابعونا كالعادة على شين يوتيوب FM TV ولا الباش فيسبوك راديو FM. تحية كبيرة للناس الموجودة في التعليق في الشات في الشين يوتيوب FM TV. غاديك تنجموا تتفرجوا فينا وتخليوا لنا التعليق اللي أنا نقراها مباشرة وهي موجودة قدامي. كلام القلب كالعادة راحة نوعية زمنية لمدة ساعتين، والكلمة تكون للقلب على رقم 31 380 ألف. في كلام القلب لليوم خلود عبد الله وقلت لك طارق جبد كوليكسيون سيفكها وعدا سخنة الدنيا. هذوما نفسهم تاع كل سيفرة نفسهم يتعاودوا. طارق تحسه سنفور غضبان، قربت لنا هكا للموضوع اسلام به. هما زوز اجزاء اليوم في كلام القلب. الجزء الاولين زوز اجزاء، يعني حاجتين تجمو تكلمونا وتعملوهم في كلام القلب من ال11 متاع الليل. الجزء الاولاني، حاسس روحك فهمتوني شنو نقصد؟ ترى نعاودها، قولوا لي زاد في الكومنتات فهمتوها ولا حاسس روحك حاسس روحي اي صحيتو، اي صحيتو في الكومنتات، برافو برافو ليه متابعين ما شاء الله اكثر مني. بون يعقوبي محفوظ، لا بلغت شوي، مش مقهور، لا حاسس روحك كيما جاء اول كومنتير واللي بعده رنيم عرفاوي، مغموم. قد تكون كيما قالت مريم زاده، مخنوق. نوسة نورز مخنوق، نجلة قربوجي مخنوق، حمدي مخنوق، وسما مشتي مخنوق، عبد الله خلود مدبرم، لا مش مدبرم خليه على جنب، مقهور، لا مخنوق، فادد overwhelmed. شنو هي overwhelmed؟ راني ما عرف يذولي نفسها مخنوق. صحيته في الكومنتات برافو. امتيق مش خلينا من امتيق وفادد، مانيش عارف خاطر ينطبقوا، لا ماهيش فادد، ماهيش فادد خاطر انا مانيش فادد، انا مانيش فادد، اما شويه كيما كيما الموضوع. حاسس روحك بن صالح حبيب قال لك حاسس روحك عاشق، لا لا تنهيدة تعبر على الحالة متاعي، قال بلحة أغول. نوسة نورس حاسس روحك طارق حنش، برافو، لأنه موضوعنا حاسس روحك مغموم. صحيت غيث عيادي، تعرفوا قال لك هك الضيق اللي تحس بيه ومش فاهمه. غيث عيادي عندكش تصفيقة بلي المخرج أمير، علاش تصفيقه؟ خاطر بالضبط عطى الموضوع متاعنا، قال لك تعرفوا كالذيق اللي تحس بيه ماكش فاهمه، مغموم وما تعرفش ما بداخلك. تقول رنيم صحيتو ترابلسي معتز، كازو، كازو عنده غنيك من هكا نعرف ايش كازو، حد يسمه هذيك هذيك بعيدة صحيت، اما انت اليوم بعيد هذيك. حاسس روحك مغموم لكن ماكش عارف بالضبط السبب، كي تخلط ما نعرفش تمشي وتجي وتفكر ومغموم. كيفاش هي الحاجات اللي تأكد انك مغموم؟ ساعة ماكش فاهم علاش، خاطرك كان تعرف بالضبط شنية تنوصفوها بحاجة اخرى. حاسس روحي مغموم يمكن ياسر مش عارف بالضبط السبب. نجم تكلمني تقولي نعرف السبب،
ما حاسس روحي ما حب نحل فلس انا هكا بتاع المريول و... ونتنفس شوي. هما قالوا لي جبت كوليكسيون صيف معناها بنص انا توا، ورغم هذا رغم هذا لباس ما لاسي شريف، قلق مغموم، لا قلق لا مخنوق. ابتسام طرابلسي غنايه هذه كتبت في الكومنتيرات، ما بدي قلك شو بني شو اللي جرالي فديني. الكتيبه اللي كتبتها لنا رنيم هزتنا للجزء الثاني، لانه الجزء الاول هيثم المغربي قال لك بلا اسمع والله يضحك، اسمع يا مين قال لك مخنوق بالك خاطر المليون نتاعك تاي اس، والله ضحكتني ضحك ولا ضحكتني يعني. هو هنا هو مش اس، هو انا ماخذه عندي 3 سنين وبدا يشرب فهمت بالغسيل، دونك بدا يجي قد ولد صحيت انا كبرت هو اللي يجي قد ولد اختي الصغير، ما عادش يجيني ليام. اما انا مصر مازلت بما انه في الكادر في فيم نظهر كامل فوق ما يظهرش لي قصير، هكا في الشارع نلبس فوق جيليه ولا حاجه. دونك الجزء الاولاني حاس روحك مغموم لكن مش عارف بالضبط منيش، هات نحكيو بالك نطلعوا مع بعضنا منيش. نسمعك على رقم 31 380 الف 31 380 الف صغير ايهاب قال لي يا طارق يزي باهي فهمنا راه والله تغمينا بي خلي بلي رجعوا الكومنتير اللي قبل وي ام كنت باش نقراه وتبدل زيد ببلش ليونات ما كبتيتوش. اي كي تحضر صحن مقلي وما تلقاش الخبز وقت تحس بالغمه وي سورتو في الليل المؤخر معناها كذا طيب تقلي تجيب له هريسه من هنا تجي بتشلخ قدمه خبز ما تلقى حتى شيء. بي الاولاني مغموم كلامنا على 31 380 الف. بي الجزء الثاني هو اللي اعطتنا ليه باس رنيم اللي قالت لنا شو قرالي بهديني. الجزء الثاني تحب تغني غناية معانا في اللايف، تحب تكلمنا تغني كلمنا على 31 380 الف، يمكن عندها تعبير معين. اسمع تصرف، ريت باش تغني لي الغناية الغناية اللي باش تغنيها لي لازمك تقول لي راه طارق نقصد بها كذا. نجم تقصد حاجة راهو تافهة تافهة عند بعض الناس بالنسبة لك باش تكون مهم هكا زوز اجزاء باش ما تقولوش كلها هكا احزان الجزء لا خاطر زوز حاجات لي انا حاجه حاسسها وحاجه نحب نعملها هكا عملنا يوم اليوم زوز مع بعض في كلام القلب. الجزء الاول حاسس روحك مغموم لكن ماكش عارف بالضبط السبب، بيت نحكيو وبالك نطلعوا مع بعضنا منيش. نسمعك على رقم 31 380 الف 31 380 الف. والجزء الثاني تحب تغني غنايه معانا في اللايف، عندك تعبير معين قل لي بعد كي باش تغني قل لي راي نقصد كذا مرحبا على رقم 31 380 الف 31 380 الف. الشروط باش تغني الرغبه في الغناء، عندنا شروط نتاع صوتك يا مش نورمال وكذا نجربوا مع بعض اخي يعني انا نغني زعما يعني ننشط انا زعما منشط مش نورمال انا ماني عادي اما خطفت فهمت. فمش كون قال حاسس روحي مغموم يعني حاسس روحي خليط بين طارق حناشي واحمد العجيم. به طارق تقولش عليه من جماعة فورمولا 1 بالمريول على المريول هذا شنو هو هذا بورش مكتوب عليه بورش بورش صحيح راه مش تقولوا من ثري برادس ولا حاجه صحيح صحيح هذاك. به كان نغني يقول لي يعقوبي محفوظ ما يبقى حد يسمعنا بالحاغول عندي 24 سنة نحب نغني ألقاني بعد يومين غني هنا طارق ماي بيست وان ماي بيست وان طارق ولا ألقاني بعد يومين باش نكتشفوا مواهب اليوم إن شاء الله. نجلة قربوجي نحب نغني نغني معقول أمان كلمنا نجلة نسمعوك سيدي هيثم مغربي قالك يا نجلة هيا غني لهم رنيم عرفاوي صارت لعب بورش مريول طارق وانا في بالي فراري تفضحت لا بورش وصحيح صحيح صحيح يا طارق شبه اللونات معوجة والله عفست عليها من غير ما نشلق يا أخي أتعوجت حست الليلة برعاية كتاب حياتي يا عين كذا يا سيدي نخرجوا فاصل أنا سيد المخرج عبد الله خلود قلت لكم على شرط نغني وأما الغنية ما تطلعش معقول انساك معقول متاع العد يا سيدي وعد 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 خفيف نوعدكم نشد روحي ما نغنيش معقول انساك معقول. يا سيدي موصلين معكم حتى 11 تعليل في كلام القلب زوز اجزاء اليوم
في طرحنا الاولاني حاسس روحك مغموم لكن ماكش عارف بالضبط شنو. كلمونا في مغموم، ما تكلمونيش كان في الغناء، نحب نتغم شوي. ماكش عارف بالضبط مناش مغموم، ناس نسمعك على رقم 31 380 ألف. والجزء الثاني تحب تغني غناية معانا في المباشر، كلمنا يا سيدي ومرحبا. فما شكون قال تولي فقرة قارة ذي حكيت بالربع نغنيه. وبار كونتر أنس سيد المخرج عائلة سفيان وإيام وملاك ودليل برا، فما كومنتير بشي دبرمنا، بشي خلينا نعتزله، مش خلينا نبطلوا، مش خلينا ريت ما هيتو في 27 جوان البرمج، مش خلينا نوقفوا اليوم. قال لي طارق اسمه أنس البرنامج هذا ننصحك بطلوا. اي هذا التعليق. او سفيان خرج روح مسكي، او دبر سفيان لك حر روح، وام هاي تضرب في روح. امير المخرج يبكي يبكي، سفيان لك حل فسخ الكومنتير جيب في الـ FM TV. وقال لي ملاك، ملاك قاتلك سي طلبت النقلة. أنس خلك ذي آخر سيزون بالله بالله، هو فسخ ولا سفين فسخ؟ هو سفسخ وحده يا أخي. علاش كي نقرأ لكم كومنتريت تو انتوما انقدتونا كي نقرأت فسخ وما أكون قد الكلام. يا جماعة المية اللي في الـ FM TV، الأخرين اللي في الفيسبوك مانيش حاسب، برجولي برا وحطوا إذاعة شقيقة، خاطر أنس قال الحصة ذي لازمها تقف ومهزلة وكارث. أي منال ماقري، حمزة روعة مقني، برينيس سلام، هارون، محمد رفرف، عبد الله ويخلود، بن صالح حبيب، نجلة، هيثم مغربي، يعقوبي محفوظ، 102 قالك مش 100، حمدي، حبيبة، رحمة، أي الكلكم تخرجوا تمشوا تعملوا حاجة أخرى على خاطر منال قد نحطوا مسك. قتلك أنس على خاطر أنس قالنا الحصة هذية مهزلة ولازمنا نبطلوها وآخر سيزون وآخر سيزون. لا وأنا كنت نزيد سيزون رأم على خاطر أنس قال باش نبطل، مش خاطر أنا سيء عملت المواضيع الكل باش نوقف، خاطر أنس قالنا بكيتني أنس بكيتني أنس دبرمتنا يا أنس دي أنا عامل موضوع حاس روحك مغموم أنس، لو باش تقلقنا عندي بالتعليق هذا دي مغموم أنا يعلم بي يا ربي. نكمل في الشهر ونص على خاطر نحب خدمتي والإذاعة متاعنا اللي مازلت شادة إن شاء الله. وتحية لكل الناس اللي تبعونا أو في إي إف إم أو في كلام القلب أو في الحصص الكل، من خالد العبيدي البرهان ومراد وسوني. حق مع برهان ومراد وسوني مش موجودين حق، وقفوهم خاطر احنا احرار دونك يرجعوا هما تنقول الجمله ذي حتى طارق حناجي في الليل والويكاند. تحية لكل الناس اللي تبعونا. فاصل قصير وراجعين بعد شويه في كلام خلي كلمونا على الرقم 31 380 ألف. اما كان تسمع فينا ما تقولش اللي بحذاك راك تسمع فينا على خاطر انس قال لي الحصه هذية مهزله ولازمها تقف على خاطر أنس. دي ما تفكر اللي فما أنس في الدنيا هذي. بلا فاصل ونرجع سيد المخرج. يلا بعد شوية نكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو. انتو ما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو. 9:27 دقيقة رجعنا في ساعة في ساعة في كلام القلب، رجعنا في ساعة في ساعة باش ما نحرموش أنس منه، فهمت؟ باش ما خليوش يسمع غنية ولا فاصل وهكا نحرموه من الحصة اللي يحبها تقف. عنا ديديكاس سيد المخرج لو تسمح مسالش به وصله لنا وسام بن حسين اللي هو من قسم الرياضة معانا، تحية ليه وهو مثابر ديما في قاعات الرياضات الكل. أحمد سعدون يحب يقول البوه، البوه أكيد الحاج مبروك سعدون هكا ولا بما انه سعدون وسعدون، يقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا بابا يا غالي يا باهي اللي نحبوك انا والعائله والاحباب والجيران. وقال لك ان شاء الله يا ربي فضلك لينا، وقال لك راني نحضر لك في مفاجاه يمكن ياسر عمره. هاي هاي يا شيخ عندك عامل حاج مبروك. هاي يلا سيدي عيد ميلاد سعيد. يا سيدي احمد سعدون ده مسكين باش ترسيله يشوف كيفاش يدبر حق عمر البوق خاطر فماش منها مسكين. في الديديكا ان شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل اللي تبعوا فينا واللي مش تبعوا فينا زياره بيت الله بعمره
أو غير ذلك. أي سيدي نبدأ في كلام القلب. نذكروا الساعة، نذكروا بطرحنا اليوم زوز أجزاء نجموا تشاركوا معنا. إما في الجزء الأول حاسس روحك مغموم، بلاي سيد المخرج باش نعمل لك تيست، معناها هو مش من قيمتك، معناها تيست تبارك الله عندك سنوات معنا. شوف هما جزء أجزاء ولا انت سمعت الجزء الاول والجزء الثاني، كل جزء لازم وانا نقول فيه تعمل له تابي خاصه، وبعد في الكومنتات باش يقولوا هل انت نجحت ولا لا. باهي هاي نخليك تخم شويه، خذ راحتك، خلينا نقرا شويه كومنتات الملك باش تقعد كيك تخدم، لازم شويه ديفيات شويه تحديات باش يكون عندك هكا شغف المواصله. حضروا لنا رواحكم ناس في التعليق باش نوتيو سيد المخرج. امير 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 شنو اللقب يا اخي؟ مش خميسي خميسي، امير الخميسي، امير الخميسي باش نوتيو لنا الجزء الاولاني والجزء الثاني، كل واحد بتابي. حاضر حاضر ولا هاي سيدي هاي؟ واحد اثنين ثلاثة باش نذكركم بمواضيعنا لليوم. الجزء الاول حاسس روحك مغموم، حاسس روحك قوي لهم شوية باش نجمو يسمعوا لك التابي باش نوتيوك. الجزء الاول تنجموا تكلمونا فيه اليوم على الرقم 31 308 ألف، هو حاسس روحك هكا كيف اليوم شوية مخنوق مغموم نفس مش كي العادة، لكن ماكش عارف بالضبط شنو السبب، ماكش عارف شنية. عرفت المشية العادية متاعك كأنك قاعد طالع في الدروج من كثرة ماك تلهث مخنوق تتنفس بالصيف. يا خويا هات نحكيه وبالك نطلعه مع بعضنا أشبيك مغموم، ولا بالك انت من اللي تكلمني تقول لي يا طارق عارف على شنية مغموم. نسمعك على الرقم 31 308 ألف. اما الجزء الثاني اللي تنجموا تكلمونا فيه في كلام القلب، تحب تغني غني، تحب تغني غنية معانا في الليل، ما فما حتى سبب هكاك شديد تحب تغني غنية تكلمنا في كلام القلب على الرقم 31 308 ألف، تغني غنية فقط توك في الاخر مش تولي عندها سبب هكا، ما يقولوش الحصة تافهة. قول لي يا طارق غنيت الغنية ذي جوست على خاطر مثلا نحب نهديها لشكون، ولا على خاطر خارج ماك القصة، ولا على خاطر مازلت كي نجحت، ولا على خاطر مازلت كي بعدت علي نحبها، ولا على خاطر نتمنى فيش درشني. دونك باش تغني لنا هكا باش ما نقولوش الحصة كلها أحزان وكذا مغموم وكذا وحزين وقلق، فما زادة تغني لنا غنية وبعد سيدي تو نشوفوا الصوت باهي ولا مش باهي، مش مشكل. في الحالتين كلمنا على رقم 31 308 ألف، وليد قفيل اعطاك 7.5، خلود 7، واشراق الشرادي اعطاتك 10/10. برافو امير الخميسي معانا في الاخراج. تقوى المسعودي تقول يحكيو كان على البريود هذه ولا بريود تعديت. سؤال مهم، يعني تحب تقول تقوى نجم نطلبكم ونقول في وقت ما حسيت بروحي مغموم ياسر، ميسالش هاي نقبلوه عليك ميسالش. حمدي ملك التعليق عاد سيد المخرج قال لك هو شعور لا يقال وإذا قيل لا تفهم، يعني شعور لا يقال وإذا قيل لا يفهم، هذا الشعور يحكي على كيفاش الواحد مغموم. محمد الرفراف قال لكم بلاي تليفونات نحبهم صاحين خاطر جمع الفيت خذينا واحد مش صح. يعقوب محفوظ قال لكم من الاخر عنوان الحلقه فرق قلبك، سواء بحس روحك مغموم سواء باش تغني لنا اغنيه. عبير عبوره قالت لك يا طارق شديت لنا في الغمه، الواحد حس روحه تغم وهو ماهوش مغموم. رنيم عرفاوي توجه لك برساله سيد المخرج، قالت لك سي امير ابدعت جيت في وقتها الموسيقى اللي حطيتها لنا، وهل عندك شكون في حياتك؟ منال ماغري ماذا بيا أنس انت احرقي ذول، ماذا بينا أنس اللي قال برنامج كلام القلب لازم يقف وماذا بينا ما تزيدوش منه، يغني لنا بسيط الروحي فجأة تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. وي تويتي على الاخر. هيثم المغربي قال أنس يغني لنا اني اغرق. تحية لأنس يا خويا، بالك غلط يا خويا، من الانسان خطأ برا سيدي عفى الله وعما سلف، بالك كيف جئنا ويظهر كيف في كومنتير ويقول نعتذر ما كنتش في بالي اللي انتم كي عائله مع بعضكم وتساندوا بعضكم. حاضر تليفون زي المخرج صار حاضر ونملى في الوقت المقبله. الو على السلامه. السلام سي طارق، اهلا بك. على السلامه وسام، سي وسام يا باهي، شنو احوالك؟
لاباس يا حاج، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف بتستخدم معاك؟ قول. اقرب لي للميكرو وسام. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف بتستخدم معاك؟ قول. شكرا ليك سيدي. قداش العمر وسام؟ 38 سنة. 38؟ اي 38. منين تكلم فينا؟ من ولاية بن عروس. من ولاية بن عروس. متأكد أنا وسام حسب هكا نبرة صوتك ماكش مكلمتنا باش تغني، كلمتنا خاطر حاس روحك مغموم. برشا سيدي. الظاهر. باهي. من إمتى وأنت حاس روحك مغموم؟ نهار، نهارين، جمعة، شهر، فترة طويلة؟ عندي 4 سنين. أوه. 4 سنين؟ 4 سنين وأنا أخوك، وأنا وليت لحد اليوم ما نعرفش وين نمشي وين نجي وش نعمل وش ما نعملش. أربع سنين الإنسان مغموم من ماذا؟ من ماذا يا وسام؟ على بركة الله. يلا. لا يا سي طارق، كنت متزوج لاباس، فهمتني ولا صارت لي مشكلة داري. صار طلاق، معناها ولادي مشاو عليا، فهمت؟ 4 سنين التالي طلقت. 2021. باهي، 3 سنين وشوي. اي. طلقت، طلاق بالتراضي. لا، طلاق انشا. انشا، انشا. طلقتك بانشا باش ما تنجمش ترفض. يعطيك الصحة، فهمتني؟ الموضوع والاسباب ما غير ما نذكرهاش عندنا، معناها حاجات كان نحكيها لك معناها ما نعرفش، ما بابي ما نحكيهاش خير، فهمتني؟ هي منك انت الحاجات هذه. لا، مش مني انا. انت كنت سبب وسام. انا ما كنتش سبب، كنت سبب مش مشكل. ما هي غلطت وانت ما عديت لهاش. هي تغلط وانا وهي تغلط وانا نقول مثال عشان خاطر صغاري، هي تغلط وانا نقول مثال عشان خاطر صغاري. والله يا سي طارق وصلت حتى معناها بالحق، حتى النيابه حلت فيها، معناها تصور الصدمات اللي فيه معناها برشا برشا، خاصه صغاري تعبوا شوي، فهمتوا؟ قداش صغار هما؟ عندي 2 صغار، بنتي 8 سنين وولدي 6 سنين، فهمتوا؟ أنا مرة حتى بنتي طلبت مني نجدة، تصور أنت معناها، وأنا ما نجمتش بالحق. بنتك ايش طلبت منك؟ بنتي طلبت مني نجدة، معناها نجدة من شنين؟ مشيت نهار أحد نصلى على صغاري نلقى بنتي في حالة أخرى، فهمتني؟ شنو هي الحالة اللي لقيتها فيها؟ حالة ما نحبش نحكيها قصارك، فهمت؟ ما فهمتش ليه عاد؟ ما كيك نقعدوا ضايعين، حالة مادية مش باهية، أمهم مش لاهية بيهم. لا، مادية اللي يحكم به القضاء نوفر لهم فيه كل شهر وماشي مزية، فهمت؟ مالها، شنو هو الحالة اللي لقيت عليها؟ بنتي معناها فما شكون دخل دارهم، معناها فهمتني؟ شنو هو؟ 2023 دخل دارهم. شنو سارق؟ 2023 صار حاسين صار اللي صار، فهمتني؟ ما فهمتش ليه، ما فهمتش شنو عاد هكا سارق دخل شنو؟ دخل شكون معناها الجار غاديك تهز ولادي حطوه في الكروار وصار اللي صار، معناها بنتي في بالها معناها فايقه بنتي وبالحق معناها كان كيف صدمة بنتي وقت اللي مشيت أول مرة، معناها وقت نهار حد مشيت طليت من قبل بنتي عرضتني بالحملة، قلت لي باطا نحكي لك، فهمتني؟ كي حكيت لي معناها عبارة قالت لي أنت تضغط في السكينة هكاك، فهمت؟ وما زوجتك وين؟ طليقتك وين وقت اللي جيرانهم دخلوا الدار؟ غادي هي في الدار، هي في بالها باللي دخلوا؟ هو دخل السيدة ذي دخل لها هي، صديقها. يعطيك الصحة. فهمت دونك بنتك شنيا المشكل، واضح. يعطيك الصح، فهمتني؟ باهي، وانت من 3 سنين واش؟ ما خذتش تجربة جديدة؟ ما فكرتش في حاجة؟ والله يا سي طارق عندي أنا كسبتي وليدات، فهمتني؟ جوج صغيرات كسبتي هذوكم اللي رزقني بهم ربي سبحانه. أي معناها تعرضت لبرشا صدمات نفسية خايبة ياسر، خاصة 2023 ياسر، فهمتني؟ كل ما نجي نجبد حاجه نلقى حاجه اخرى، بالحق سي طارق والله العظيم، والله لا كل شيء بالوثائق موثق، فهمتني؟ من هنا تو فهمتني ولا سمعت معناها ما
بعد تو انت كي مخطوبه ولا جاو ناس يخطبوا فيك نسي علاش قلت لك ربي يهنيك ربي يفرحك فهمت نوليها وربي معاك والله يا سي طارق هذه وكلام الموجود وديما نحكي طليقتك معك. طليقتك تخطبت حاسب ما نفهم انا فهمتني تحكي لي بنتي تحكي لي كل شيء فهمتني الصغيرات تعبين شوي معناها هي مستعمله الموضوع هذايا صغار يبدو بعاد على المواضيع هذه ربي معاك انا من بعمري ما نحكي امهم انت امهم خلص ربي معاك ان شاء الله ربي يوجهك خير غير ايش مدخلهم انت كي تجي مثلا تقرري اللي اولادي باش يمشوا معاك ولا تحكي وحدك وتقولي لي القضاء ما عنده ما يعمل وما نعرف شنو راه كله زايد هو كي 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 تثبت انه فما بعض الاخطاء اللي قاعد يقوم بهم الطرف اللي خذا الحضانه تنجم راه تعاود تلتجي للقضاء لا لا انا سيلتجئ طارق للقضاء باش ناخذ صغاري انا جيت على على القرايه كامله القرايه نتاعهم خاطر انا ما نكذبش عليك نحب ولادي يقراو وناخو وليداتي فهمتني ولا وعفى الله عما سلف وان شاء الله ربي يوجه خير وربي معها فهمتني وليدي خاطر متضررين وغير غير هذا القوس نتاع نتاع صغارك القلب وما في داخله من مشاعر ايش صاير فيه؟ ما عادش برشا ما عادش تصور انت ما عادش عندي ثقه في النساء بالحق ما عادش عندي ثقه وبالرغم نحترمهم بكل احترام الله يكون في العون فهمتني اما اللي صار قبل خلاك ثقه ما عادش موجوده يعني الحاجات اللي صارت معناها ماهيش عاديه بالحق ماهيش عاديه ومشيت بنيتي في طارق معاه والله العظيم مشيت بنيتي اخر حاجه معناها تكلمك تقول كرني في النجم في كل وقت ندخلك الحبس ليش هو دخلني الحبس شنو الاشكال باش دخلني عليه الحبس شنو الاشكال فهمتني هما ما همش كارين صغاري يعيشوا مع دارهم فهمتني ندفع في 150 كريم ولادي حكم لهم 100 100 ناخذ لهم نعطيهم 350 و 400 فما نمشي نطلب في طارق سامحني نقضي كل يوم وسط طب اولادي ادوات اولادي ناخذهم وهذا مش مزيره وهذوما هما صغيرين فهمتني صغيرين اي من المال يجي يحكي معايا يقول لي راهو ما عادش تساعدني خليني نمشي على روحي دوية تعمل لي في المشاكل ومن صغارة كان ضرتني ماديا ومعنويا سي طارق والله العظيم ماديا ومعنويا والله العظيم والله 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 غدوة أنا كي نفكر فهمتني أنا خدام حزام فهمتني وربي هو اللي يعطينا مش عبد وحده مين شنية نعرف غارب ليش أم باش يتعبوا لي شوي باش يحسوا بأمهم هذا أنا اللي نأكده لك فهمتني إني راني نكون لهم أم وأبو بحق نكون لهم ام وابو انا بكيت وبت فهمتني ولا في المحطات نتاع اللواج فهمتني بعيد عليا على صغاري فهمتني الناس تعرف والحاكم يعرف الناس كل تعرف وجاو وعديت لها برشا سي طارق فهمتني مي وليت والله العظيم ما عادش دير لروحي وين نمشي وين نجي فهمتني تصور كان نحكي لك شنو اللي كانت كي معايا شنو اللي تعمل موثق فهمتني ولا تصور انت انسان يحط لك الدواء معناها باش فهمتني مش معقول عليه شنو اللي عملت لك فهمتني شنو اللي عملت لك إيجا كيما جيت معايا إيجا أحكي معايا يبقوا نبقاو على كرسي نعملوا قهوة إيجا ودى الناس أنا كيما دخلنا بالمعروف نمشوا بالمعروف إيجا شي مشكلة قلت لي تحط لي دواء ويسي أي نعم دواء بالشنية دواء دي باكي وعملت عملية على يدي اليمين تو نعاني منها يدي اليمين يمكن هز حاجة رزينة والله برشا فلوس خسرت عليها وعندي الجمعة اللي فاتت فهمتني ولا وانا عندي طبيب على يدي فهمتني صارت لي في العلبة نتاعي معناها تحفر لي عرق من الدواء هذي قالت لي في التاي ولا في القهوة في بيت الفي في العملية شنو ولا يا اخي تاخذ في دواء اعصاب ولا نقول له لا دكتور ما فماش من الموضوع هذا وسام ما هي امنيتك؟ امنيتي بدا ولادي في لباس وربي يبارك لك اللي انت سمعتني شوف ام الكل انا راني بيدي معناها لا ادعي القوه واللي يتبع فينا يعرف ما اضعف خلق الله هو انا واكثر الناس اللي نوحل وما نقومش في ساعة ونهار وحلقة على حلقة نجيهم حزين وسنوات وما نسيتش وكذا لكن انه انا ما فقتش مش معناها ما نقدمش
النصيحة لغيري، فهمت؟ نجم خاطر أنا نعرف الصحيح لكن ما زلت ما وصلتلوش، فلازمني نقول لك، لأنه عنا احنا شكون وسام النبي اللي ديما أنا نحط قصته هكاية ملهمة جدا، اللي هو النبي يونس عليه السلام، ذنون سمي ذنون. الآية تقول في سورة الأنبياء، لو نحينا سيد المخرج التابي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكان في غم سيدنا يونس، هو في بطن الحوت الغم هذاك، فهذا الدعاء اللي عن من أصابه هم، من أصابه غم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حاولوا ردوها وسام إلى أن ربي يجيبنا في السواب. شو رأيك؟ أمين يا رب. شكرا لك وسام، نتمنى لك كل الخير والسعادة، إن شاء الله نلقاوك معنا في الاستماع في باقي الحصة وفي مختلف الحلقات. شكرا لكل الناس اللي تبعوا فينا في كلام القلب من كل في داخل تونس ولا خارجها، شيخ ولا متفرهد ولا قلق ولا في صلب موضوعنا مغموم، نسمعك على رقم 31-308-1000. جزء أجزاء مقسومة حصتنا لها اليوم. الجزء الأول حاسس روحك أخ كيما ويسام، ولا كيما بوتيتر حسيتوني في وقت ما، ولا كيما كان في وقت ما سيدنا يونس عليه السلام، حاسس روحك مغموم، أصبت بغم من، لكن ماكش عارف بالضبط الواش بالضبط شنية. يا خويا نحكي وبالك نطلعوا مع بعضنا شنية، ولا بالك انت في بالك، خاطر سيدنا يونس كان يعرف كي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهم هو وقتها راه وقتها فهم إنه هو ما كروش غادر قومه قبل ما يقول له ربي، هو القوم امنوا شز دبش ومشى، فهمت؟ فصار الابتلاء ذاك ورجع سيدنا يونس من جديد لقومه، والحمد لله ربي انفخ في صورته من جديد. الجزء الثاني في كلام القلب غيره، اللي تحس في روحك مغموم وتحب تغني غني تكلمنا في اللايف او بدلكم زي المخرج تبي حبيخو 20/10 تكلمنا تغني لنا غني. يقول القائل سيد المخرج ماذا استفاد الاعلام من هذا؟ شنو نقولوا له؟ حتى شيء، سيد حتى شيء، نبدلوا في الجو، نكسروا في الريتم، فهمت؟ فتغني الأغنية، أما لازمك تقول لي، لازمك تقول لي علاش اخترت الأغنية هذيك، بما أنه وسام كان قلق شوية. هذا التليفون اللي بعده ناخذوه، واحد يحب يغني، فهمت؟ وإن شاء الله مش بشي غني لنا أغنية حزين، ولو وين نستمتع بالأغاني هكا اللي لوطة هكا في القرار الدافئة أكثر من الأغاني الصاخبة. راضية أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، السلام عليكم ولدي طارق، شنو أحوالك؟ الحمد لله يا مدام راضية، شنو أحوالك أنت؟ بل الحمد لله، أنا باش نغني لك أغنية عمرها 1445 سنة. شنو؟ تراث هذه؟ ليه شنو تراث؟ حاجة هكذا باش تسمعها. أي يا سيدي يا ربي. أي يا برا، أي يا برا. عندو تروى يا سيدي. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ألف ألف صلاة على محمد وعلى محمد، وألف ألف شكر ليك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله جينا وكل عام وانت بخير. عايشك يا راضي، ربي يبارك لك، يا ربي يبارك لك، ان شاء الله نلقاوك معنا في الاستماع. تليفون خفيف سريع، راضي كلمتنا باش تغني وتمشي، ما تحب نسالوها على حد شيء. طلع البدر علينا، وهي ما قصد عند وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره في هجرته من مكة. هاي سيدي مواصلين في كلام القلب حتى لل 11 متاع الليل، ما بين جزئين. الجزء الأول حاسس روحك مغموم مخنوق،
السبب شنو هو تو نثبته بالضبط كي تكلمنا. وقد تكون ما تعرفش السبب. نسمعك على رقم 31 308 1000 وإلا الجزء الثاني تحب تكلمنا تغني غناية معانا في المباشر وقول لنا علاش اخترت الغناية ذي. نسمعك زاد على رقم 31 308 1000 جوس. نحبكم تقولوا لي زعمة راضية شبيها مزروبة شنية عندها، علاش زعمة راضية كانت مزروبة لها الدرجة هذه. ترى نحاول نطلعوا في التعليق. ما نعرفش شنية عندها، خدمة عندها، فطور يتيب عندها، عشاء قاعد يحضر عندها، قرايه صغار. نحب نعرف راضية علاش بها السرعة هذه، لأن جمنا نعرفوا عمرها لاش تعمل في الدنيا لمنين نتكلم فينا. اكتفيت بالاسم، سلمت علينا، طلعت علينا البدر، قصدت علينا ومشيت يا خويا كزيارة سريعة. هو فما بعض الناس ماذا بيك ساعات كيزوروك زيارة سريعة ما يبطاوش، بركونت الراضية ساعة عندها كروح جميلة وكذا كحبيناها تزيد تزيد تقعد بحذين أكثر. ترى نشوفوا باش يتوقعوا. قالت لك راني من العشاء على الغاز باز باز عليه برزيق باش نغني طمني عليك وقول فينا لقيك. محمد فؤاد عليه برزيق به كلمنا عليه وغنينا الغنية هذه. ما قل ودل قالت لك ابتسام على راضية. بن صالح حبيب قالت لك قال لك يا سيدي سهلة ياسر كلمتكم فيسع فيسع لأنها راضية وسعيدة في حياتها ومع زوجها. توقع جميل. عبد الله خلود قالت لك سيرمون باش تراجع للصغار المحفوظات بعد ما قصدت علينا طلع البدر علينا. خايفة تتغم مسكينة. خايفة نسألها شي سؤال تتغم باي مرسي صغير. ايه في بالها هي اللي طلبت على ذاك قصت فيسع باش ما تخسرش الفلوس. برجولية. أكثر تعليق تحسوا لوجيك. ياسمين عافلي قالت لك تحشم عندها مسلسل في نسمة منطقي. حقا غدوة يبدأ المسلسل الجديد في نسمة. اليوم يوفى المسلسل الأخوات اللي أنا فيها مسايا سفرت عندي برشا شخصية متاع فؤاد. غدوة يبدأ مسلسل مريم بداية من 9 هاوكا. أنا تلقوني في راس البطل، في راس أنا والبطلة مريم. وفي أول حلقة اللي نحبها اسمها نيفين باش تموت، باش تموت في أكسيدون. ونبداو في المسلسل في رحلة البحث على شنية بشي يصير، شكون قتلني فين كذا. وأنا من أول حلقة أخوكم بشي دبرموني في هالمسلسل هذا. بتبيع في وسط الجمعة عنا كلام القلب. هاو كخميس وجمعة وسبت مشيوا تفرجوا واحد، مشيوا تفرجوا في مسلسل مريم ابتداء من 9 متاع الليل كل يوم بداية من غدوة الخميس. تقوى المسعودي قالت لك راجلها جاء على ذاك مشيت في ساعة. إشراق الشرادي قالت لك سهلة ياسر المرأة ما تحبش الشهرة، ماشية ترقد تخدم ربي عينها. حمدي خرج بينا بكومنتير هكا، جدي قال لك انا قلق لاني اشتقت لنفسي القديمه فهذا لست انا. الله يا حمدي. امال بن فرج ظهر لي حابه تشارك في الراديو كهو ما حبتش تطول. محمد عون قال عنده دوار غدو على ذاك الطريق على ذاك تزرب تحكي ميسنجر الكونيكسيون عندها ضعيفه. روحها خفيفه ما حبتش تنكد علينا تك تك وتمشي. غني انت طارق توانا بعديك نغني. اي سيدي حاضر تليفون احنا ملا محمد رفراف يقول ملا سبويل يا طارق. لا عاد يا رفراف، هي نيفين باش تموت الدرجين الاولانيين في المسلسل، فهمت معناها حتى في البرومو موجوده الحكي. ابارتير من الحلقه الاولى باش نبداو نطلعوا شنو شكون قتل شنو صار كذا. وفما حاجات اخرين هاني ما قلت لكمش، اما عطيتكم البطل هو في راس اللي هو ان سافاش بالتركي، ومريم اللي هي تقعد مريم بالتونسي. بداية من غدوة على قناة نسمة. يا رسول الله طارق كل مسلسل عاتب على روحك. حتى في المسلسل ديما متأزم، حتى في المسلسل ديما بدبرم. هو ما جابوني أنا اش دخلني. أيا هيلة معنا في التليفون. ألو عسلام. عسلامة مرحبا. شنو أحوالك هيلة؟ الحمد لله. الحمد لله. من يتكلم فينا؟ من باردو. قرب لي هيلة من باردو. صوت بعيد والله. تليفون هذاك هو حد. يا باهي يا قرب لنا. قداش العمر هالة؟ 43. مغمومة ولا باش تغني لنا؟ مغمومة. انا تعرف معناها تويك بيني وبين روحي. اي مغمومة يا اخي. حليت التليفون حليت الراديو نلقى عرفت كان حاسك بالتليفون تلقاه تسميتك المثل هذاك. شنو المثل؟ كان حاجتك بطبيب يعرضك في الثنية. كان حاجتك بطبيب يعرضك في الثنية. فما مثل هكا بطبيبي هكا ما عرفو ما عرفش
تنجم تحط اي حاجه، لو كان حاجتك بنجار تقف ثنيه، كان حاجتك كاسكروتيج حاسيلو فما مثال. المهم يعني انا حاسي باش نصرخ قلبي. انت حاجتك بطبيب ولقيته في ثنيه فوالا. انت سمعتنا في الكهرباء ولا حتى راديو ولا كيفاه؟ دارنا في الدار وحتى راديو. حتى الراديو اول مره تسمعنا هلا؟ اول مره. اول مره هي على خلوتك يا فما مثل هكا زيد على خلوتك يا شنيه هي على خلوتك يا سيدي على ركوبك يا لا احنا من بداو كما طلعوا المثل راهو هلا فماش على بالله المثل امان على ركوبك يا سيدي على خلوتك يا على خلوتك على جيان فما مثل هكا كومون تري تعاونوني على خلوتك يا سيدي العربي. لا مش هكاك ليه تاني على مخلط امير صحن البليبي صحفة البليبي على خلوتك يا سيدي تي ليه 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 على ركوبك عاوني هلا سينو انا مش نحكي ولا حكي والله انا بدي نذكر فيه على خلوتك. المثل متاعك ساعة بدلوهولك قالوا لك شنية عاود لي مالي اذا ربي اذا ربي رايد اذا ربي رايد لك الشفاء يعرضك في الثنية ذي المثل يعرضك الطبيب في الثنية اذا ربي يريد لك الشفاء يعرضك الطبيب في الثنية. والمثل متاعي انا على خلوتك يا سيدي السحبي يا سيدي خليفة لا يا سيدي خليفة على خلوتك يا سيدي خليفة على خلوتك يا سيدي خليفة تو انا ريت انا كنت مغموم كي طلعنا المثل ما عادش مغموم الحمد لله فرحت. ما الذي جعلك مغمومة يا هالة؟ انا الصراحة ماني نحكي نورمال اي مالا شنيا هالة هلا شو هلا؟ مش على حاجة خاصة نأزمكم معي. تيهي يا هلا وخيتي. إيش أنا أحكي لك حاجة هلا؟ به الحصة ذي تبعوها برشا ناس. يسمعوها ولا يتفرجوا معانا في إن شاء الله. يتفرجوا معانا في اليوتيوب وفي الفيسبوك. هالناس هذوما. عندي عامين وأنا ندبرم فيهم بحكايتي فما تخافش. أنت جديدة أنا عندي واحدة نحبها اسمها أماني مشيت على روح. نهار كامل وانا نغرد لهم عليه. اه اماني اماني عرست على واحد عندي صاحبتي اسمها اماني وعرفت حطيت شنو شنو بروف عربية زيد ايه وعرفت في السوق. هلا منين انت؟ مبارد وانا قلت لك راني مبارد مبارد هلا حاسك تحكي على اللي حبيتها ان لحقيق عينيها خضر هلا تعرفني عندك برشا انت ذول يا والله ليه والله ليه لك صدفة خير من ألف ماعة لا خير هي على تعشق أمثلة أنا حكم الحياة على المدى باهي تسمع اسمعني نعم احنا ما عادش عندنا برشا وقت حكايتك انت باش نحكيوها بعد الاخبار باهي اما قبل الاخبار اي حبك تحكي لي على احوال اماني اللي تعرفها انت بعد ما عرفت هي نفسها بالحق انت احكي لي وانا تو نعرف على خاطر التفاصيل اماني بروف عربية كانت تخدم في حانوت هول في باردو وتعرفت عليها أنا بدي برازار تفرغ لها في قلبي ولينا صحاب أصلاً هما يقولوا لي الأم وبنتها خاطر احنا نشبه لبعضنا شوية بس كما أنا أكبر منها وهي أكبر مني ديما نقعدوا مع بعضنا نحكيوا مع بعضنا صاروا نخلوا مع بعضنا وداني أمو كي عرفت حتى كي عرفت أنا بدي هجرتني معاش تكلمني دربية معناها آخر علاقتنا مشيت هي الفوسة وعرفت وفي بيدي حبلة بتوامة هذا حدي شنية الأخرى؟ اخر حاجه سمعت عليها ان هي يحب لعبة تويمة زوز فرد مره زوز فرد مره يالا شنو هالخبر هذا نعرف وراها وجيعة خايبه لا لا زوز ما تعرفش شنو الجنس نتاع والله ما نعرف ما عنديش حتى كيفاش نعلم كمان نصور روحي لازم نوصل للمعلومه هذه وصل له واطلب لنا مال ماشي الله
سافا، هي عامله جو هنا في بالي. سافا بالك مش سافا وانت غالطه، طمنا معنا بي... في بالي قلت لك سافا بس مره وعايدت على البيت. ما مش يتعاركوا ولا عندهم مشاكل ولا ما نعرفش والله بالحق. انا معناتها معلومات هذيا عرفتك لك خاطر فما عندها شكون كونتاكتي فيها، معناها امراه نفس البلاد، ما هو مزوج جناب يعرفوا، معناها تعرف عليها معلومات، تقول هاي قالت لي هاي كذا، هاي قول لها سلم عليها وفي، معناها ما نحبش انا ندخل في العباد، انت وحش بد روحه منك. اما احنا والله كنا كي لام وبنتها. قد ايه عمرها هي؟ صغيرة. انت اقل اي ليه مش هيك الزونه دي. اكثر اكثر كيف والله انا ما صغيره هي في العمر. ميرسي هيل. ميرسي بوكو. اي. بعد الاخبار نرجع نكملوا التليفون. لا الله. خلاص. هاي فتويتي احنا؟ ها؟ وسام بن حسين في اخبار الرياضه، وقبل هذا الاخبار مع هيفا تويتي، ورجعنا معاكم في كلام القلب. اقعدوا معنا على اي اف ام. بعد شويه مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام، احلى غاديو.